أكد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن مملكة البحرين لديها الإرادة الكاملة لتطوير علاقاتها مع روسيا الاتحادية الصديقة في إطار سعيها الدائم لتطوير علاقاتها مع دول العالم كافة، انطلاقا من رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبناء على رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما الكريمين. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه اليوم لدى مشاركته في أعمال قمة قازان الاقتصادية الدولية 11 بين روسيا والعالم الإسلامي والمنعقدة في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية. وقال معاليه إن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة أوليا حرصا كبيرا لتطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما والدفع بها نحو آفاق واسعة، مضيفا معاليه أن البلدين الصديقين اختارا السير في طريق التعاون الاستراتيجي وتعزيزه في كل المجالات. كما أشار معاليه إلى توقيع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مذكرة تفاهم مع مجلس الشورى المفتين في روسيا في شهر مايو 2017 لتعزيز أطر التعاون بين الطرفين. وأكد معاليه مضي المملكة في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية، لافتا في هذا السياق إلى أن فرص التعاون واعدة ومحفزة وآفاق الشراكة مفتوحة ومشجعة بين الجانبين في جميع المجالات، معربا معاليه عن تطلعات البحرين إلى المزيد من التقدم والازدهار في تلك العلاقات. إلى ذلك اعتبر معاليه أن قمة قازان الاقتصادية الدولية أصبحت منبرا فريدا وفعالا للحوار وإقامة الاتصالات والشراكات الجديدة وملتقا للخبراء والاقتصاديين وممثلي المنظمات الدولية والسلطات الحكومية والمؤسسات المالية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومديري الشركات. واختتم معاليه كلمته في القمة داعيا الجميع إلى العمل المشترك والفعال للدفع بهذه المنصة الاقتصادية وتعزيز مخرجاتها بما يخدم روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي وشعوبها والعالم كله، وبما يدعم فرص التلاقي والتعاون والسلام. وكان معاليه قد تلقى دعوة رسمية من فخامة الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الروسية للمشاركة في أعمال الدورة 11 من أعمال قمة قازان الاقتصادية الدولية لبحث سبل تعزيز التفاعل الاقتصادي الإسلامي بين كيانات الاتحاد الروسي وبلدان العالم الإسلامي ومناقشة آفاق التعاون والشراكة بين روسيا والعالم الإسلامي.